ما نحبوش ملاعبيه ما يكونوش قد المسؤوليه، انك باش تحمل الزي الوطني، انك باش تحمل راية تونس في المونديال، انك باش تحمل الراية الوطنيه نتاع تونس. عسلامة ومرحبا بكم، خبير جديد، خبير فريشك، المنتخب التونسي في مواجهه المنتخب الكولومبي اللي باش يكون ان شاء الله يوم 14 نوفمبر تحذيرا الى كاس العالم. جليل قادري كان حكي على تربص السعوديه ان شاء الله اللي باش ينطلق يوم 6 الى يوم 16 نوفمبر، لكن المباراه هذه باش تدور بمدينه زايد بالامارات، مباراه باش تندرج ضمن التحذير خاصة بعد ما لعبنا زوز مقابلات ودية في آخر تربص اللي كان في فرنسا بعد مواجهة البرازيل والوجه اللي ذر به المنتخب التونسي. مباراة هذه باش تكون للمراجعة، المباراة هذه باش تكون لرد الاعتبار للمنتخب التونسي، خاصة أنه المنتخب الكولومبي ماهوش بالمنتخب اللي ما نجموش نربحوه ولا ما نجموش نكوروا معاه وإلا ما نجموش نفوزوا عليه، على خاطر حتى كيف نرجعوا إلى آخر المباريات، آخر زوز مقابلات كنا قابلنا فيهم المنتخب الكولومبي تعود إلى 98 وقت اللي خسرنا أنا زيرو، كيف كيف زاد 2014 عملنا 1-1، معناها المنتخب هذا عقدنا عليه، معناها المنتخب هذا ما هواش في قيمة كبيرة اللي ما نجموش نربحوه. إن شاء الله الناخب الوطني باش يقف على آخر استعدادات الملعبية، خاصة كما نعرفوا باش تقعد أيامات تفصلنا على المونديال. نعرفوا برشا منتخبات ما تحبش تدخل في مواجهات قبل المونديال، تقول لك نحب نحافظ على السيد البشري، منتخبات أخرى تقول لك ما نحبش المفاجآت وما نحبش يكونوا عندي ملعبية مصابين قبل 4 و5 أيام و6 أيام وجمعة قبل المونديال. بعد التربص الأخريني اللي كان في فرنسا أكيد التربص القادم باش يكشف وجوه جديدة في المنتخب، التربص القادم باش نلقاو جواريات يتم الاستغناء عليهم، خاصة فما ملعبية كان خذلوا الناخب الوطني في تربص فرنسا، فما ملعبية كان خذلوا الناخب الوطني في مباراة البرازيل وكان أداء محتشم جدا اللي ظهروا به، وحتى اللي لعب يلقى روحه معناه يقدم في أداء غير ممتاز، واللي ما لعبش كانت عنده احترازات عليه. هذيك علاش باش نحكيو على 5 ملعبية كان خذلوا المنتخب التونسي، 5 ملعبية خذلوا جلال القادري. البداية بحراسة المرمى، وشكون ما هوش بتحسر على حراسة المرمى وشكون ما هوش يتسائل على حراسة المرمى في المنتخب التونسي؟ النجم توا نحكيو على دحمان ونقولوا حارس ينجم يملا الكاج نتاع المنتخب، لكن كما شاهدنا ضد البرازيل ما كانش روندمون قوي، ضد البرازيل ما كانش فما كور ديسيزيف كان تصدي لهم، ما كانش كور خلينا في اللعبه والا نحى بونتو ولا فسخ بونتو. بصراحه كان اداء متواضع ومتواضع جدا من ايمن دحمان، لكن يتسمى في اللي موجودين توا يتسمى احسن واحد فيهم. كيف كيف زاد البشير بن سعيد في تراجع الملاعب هذا، ما كناش نستناو منه المردود اللي كان قدمه مع المونستير خاصة في مباراة الذهاب والإياب ضد الأهلي المصري. الناخب الوطني يلقى روحه في حيرة، صراحة بن سعيد ما هوش قاعد يقدم في مباريات ممتازة، كما حكينا فما أخطاء معناها كارثية كان عملهم في مقابلة المستير والأهلي المصري، تغلط في المستير وتقبل بونتو في دقيقة 93، كيف كيف زاد تقبل بونتو وتخريف في مصر بنفس الطريقة ونفس الأخطاء تعاود تكررها مرة أخرى. لهنا نلقاو المدرب الوطني والناخب الوطني يشك في الإمكانيات نتاع الملاعبي هذا، نلقاوه بين أخذ ورد إنه باش يصدع الملاعبي وإلا ليه. كيف كيف زاد ما ديما نحكيو على الملاعبية اللي خذلوا الناخب الوطني، نتعداو للجزيري سيف الدين الجزيري اللي لعب ضد البرازيل وشفنا الأداء الكارثي اللي ظهر به براتيكمون، معناها نحكيو على بريمير ميتون ما كانش موجود، بريمير ميتون ما هبطش للتيران، ما شفناه عمل حتى كونترول وماخذ كورة إنه استنى أصحابه إنه يطلعوا، ماخذ حتى كورة. مانيش باش نلومو ونقولوا على الملاعبية الكل، لكن كمان فما ملاعبي على ملاعبي، ساعات تلقى كونترول ساعات تلقى باس، لكن الملاعبي هذه ما شاهدناش جملة. المتابعين الكل لاحظوا عدم حضور الجزيري في المباراة هذيك، كأنه الملاعبي غايب، هذيك علاش جليل القادري في حيرة على المركز هذا، خاصة زاد كيف كيف زاد الخنيسي اللي كان هبط في المقابلة وما قدمش الشيء الكثير، الخنيسي لا يمثل مصدر أمان بالنسبة للناخب الوطني، هذيك علاش فما تحركات إن شاء الله باش يكون عمر العيوني ضمن القائمة نتاع التربص اللي باش يكون في السعودية، وبعد يقرر الناخب الوطني إنه باش يخليه وإلا باش يتم الاستغناء عليه. كيف كيف زاد ما ديما نحكيو على الملاعبية باش نكملوا نحكيو على الأظهرة، الأظهرة الظهير يمين ويسار اللي في المنتخب اللي ماهوش فرحان جليل القادري بالمردود نتاعهم، نحكيو على بن والناس اللي بصراحة قدم أداء كارثي ضد البرازيل، كما شاهدنا كور كانوا يتلعبوا في الظهر، البلاسمون غلط ما كانش حتى إنه يطلع بالكورة ويحاول إنه يعاون أصحابه، شفنا برشا حاجات غلطين كان عملهم في التيران، نفس الشيء كي نحكيو زاد على دراجر، نفس الشيء معناها دراجر تقولش عليه ما جاش يكور، زوز الملاعبية هذوما بصراحة أحبطوا الناخب الوطني، لزوز الملاعبية هذوما ما قدموش الأداء الممتاز اللي كنا نستناوه منهم، الملاعبية هذوما الزوز ما عاونوش، ومن الآخر الناخب الوطني يلقى روحه في حيرة. هذاك علاش كيما تحدثنا على الفيديو السابق وقلنا وجدي كشريدة إمكانية التحاقه بالمنتخب التونسي، تجي كونفيرماسيون اليوم مصادر مقربة من الناخب الوطني ومن داخل الجامعة التونسية لكرة القدم تؤكد إمكانية كبيرة استدعاء وجدي كشريدة للمنتخب التونسي بعد الأداء المتواضع لدراجر ضد البرازيل. بصراحة إذا كان باش نلخصوا توا باش نحكيو، المنتخب التونسي قدامه استحقاق كبير، المنتخب التونسي قدامه تربص اللي إن شاء الله باش يحسم فيه القائمة نتاع الملاعبية اللي باش يكونوا في المونديال، ماذا بينا الناخب الوطني ما يظلم حتى ملاعبي، ماذا بينا الناخب الوطني
الوطني ما يسمح حتى كلام حد انه باش يعيط لفلان ويعيط الفلتين، والا ملاعب يلقاوه لعب مقابله مع فريق يتم الاستدعاء نتاعو. ان شاء الله جليل القادري انه باش يحترم مبدا تكافؤ الفرص ما بين الملاعبي الكل، ما يفضل حتى ملاعبي على ملاعبي اللي قاعد يقدم وقاعد يعمل في روند موبيه وقاعد يقدم على الفريق نتاعو يتم الاستدعاء نتاعو، واللي مازال بعيد عن نيفو ما هوش في الفتره هذه يكون جاهز بدنيا انه باش يلعب في المونديال، خلينا منه من غير ما تعيط له ويتم الاستبعاد نتاعو، على خاطر ما نحبوش ملاعبيه يعملونا الفضايح في المونديال، ما نحبوش ملاعبيه ما يكونوش قد المسؤوليه انك باش تحمل الزي الوطني، انك باش تحمل راية تونس في المونديال، انك باش تحمل الراية الوطنيه نتاع تونس. شكرا لكم على المشاهده، ميرسي بوكو. هكا كنا كملنا الفيديو نتاعنا، يعطيكم الصحه، تصبحوا على خير الناس الكل.